كذا. بعض الاخوه انكروا بكلام شيخنا انك تكلمت في العتيبي. انا تكلم في العتيبي ايضا خفيف. نعم. فاقد الحكمه، قد تكون علميه جيده لكن فاقد الحكمه الرجل. نعم. عنده تسرع غير محمود، هذا لا ينصح به. ما شاء الله تبارك الله. شيخنا يعني ايش نصيحة الإخوة السلفيين يعني احنا عندنا ماذا تنصحنا شيخنا يعني؟ تعاونوا على البر والتقوى وصفوا حول هؤلاء الإخوة وهم يدلونكم على من لم